السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. غنخيط ان شاء الله معكم هذا الجلابه، راني فصلتها دايره لها الفيديو ديال هذه الفصاله، ودابا غادي نخيطها. انا نخيطها بالسفيفه، سفيفه رقيقه، وغنخيطها بالكابلي، الكابلي ولا المذبح، كل واحد اش كيقول له، كيسميوه الكابلي ولا المذبح. هذا هو الكابلي ديالنا، وهذه السفيفه. انا نوريكم كيفاش الطريقه باش غتبداو. واحد المتتبعه طلبات مني نصاوب مع نصاوب الجلابه بالسفيفه والكابلي، ان شاء الله هنحاول نوريها الطريقه كيفاش كنبداو نمونطيوها، كيفاش كندوزو الكابلي وهذا والسفيفه. نبداو على بركه الله. اول حاجه نحطو الظهر، هذا هو الظهر ديال الجلابه، هذا هو الوجه ديالو. وكنجيبو هاد الدوفا، كنديرو التركيز عند التركيز هنايا، وكنديرو الوجه عند الوجه، ونلاقيو الكتاف هما اللوالة هكا. نجيبو دابا هاد الدوفات، هادو كنفتحوهم هكايا، كنبداو من الكتف من هذا، نحيدو دائما، نقيو الخيوط من كونو كنخيطو. كنجيب هاد الخياطة هادي، كنحلها هكايا، كنحلها على هاد الطريقة هادي، وكنحطها. كنجيب الكابلي كنحطو في الأرض، هاد الكابلي هذا كنحطو في الارض، وكندوز هذا اللي غادي نبدا به، كندوزو على عنقي، كندوزو على العنق ديالي، ونبدا عنده واحد الخطوط هنا، هاد بحال السهم كيكون عاطي لعندي، كيكون كيشوف فيا داك السهم ديالو، الا كيبان لكم كيكون داك السهم ديالو كيشوف لعندي، ما كيشوفش ليه. دابا غادي نبدا نحط هذا في الارض، وغندوزو على ظهري، كنحط هكا الكابلي ديالي، كنغرس فيه ليبرا، صافي. نبداو الخياطة، كنخيطو بالسبيب، الكابلي والسفيفة كنخيطوها بالسبيب، من الفوق كيكون السبيب، وفي الكانيط من التحت كيكون عندنا الخيط، الخيط يكون في اللون ديال الجلاب. كاين اللي كيخيط بالخيط، حتى الخيط كيخيطو به الناس، ولكن من الأحسن السبيب، كيجي حسن في الترسم، كيجيش باين، صافي. وكتمشي الليبرة كتبطيها في الكابلي، كدوز على الكابلي، هي كتلقى له، ما كتجبديه ما والو، كتخليه دايز بخاطرو على عنقك، ما تقيس، ماشي تجبديه هكا وتخدمي، تخليه يدوز هكا مرخي، غير تشديه في عنق، دوزيه على عنقك وتخليه، هو الراس وكيدوز، ها انت مرخي. صافي، نشد انا في التوب هكا بحال اللي كنحل هاد الخياطه من هنا، وكنحاول نجيب الطرسان على الخياطه نيشان، صافي. نطلق له هاد الكابلي، راه شادو هاد الصباط، الصباط خصو يكون عندكم داك الفتحه ديالو تكون واسعه شويه، تكون في القياس ديال الكابلي، حيت كاين الصباط اللي كيكون عنده هاد الفتحه اللي هنا كتكون صغيره وراه مضيقه، وكاين الصباط اللي كتكون عنده واسعه شويه، المهم تكون يكون الصباط في القياس ديال الكابلي. غادي نمونطي لكم مورا الكتاف، غادي نمونطي الكمال، كنجيب لكم، كان ها هي العلامه اللي كندير ملي كنفصل الجهه اللي كنكون ناقصه منها سنتيم، اللي غتكون عندي من جهه الامام، كنشدها هكايا، كنحط لكم. هذه هي الضوفه ديال الامام، ها هي، وهذا هنا عندي الظهر، غنجيب لكم وغنحطها هكا. هاد الجهه اللي كنكون ناقصه منها سنتيم هي اللي غنديرها من الجهه ديال الامام، هذا هو المنتصف. تعلمي هكا بالطباشير ولا ديري كرانه، وتجيبي تحطي هنايا، ونبدا الخياطه من هنا، من النص، نبدا من النص باش الا بقات شي زياده تبقى هنا للتالي.
لصق الجهه هذه ديال الخلف، وغادي ندور لصق الجهه هذه ديال الامام. نشد هكايا، كنفتح هاد الخياطة ندخل هاد الكابلي هدا، نطلعو هكا بحال لي غيدخل لي في الصبار، صافي ونطلقلو، نخليه مرخوف هكا، ونحاول ندوز على الخياطة نيشان. شفتو الكابل كي كيجي؟ كيجي لا مكمش لا والو، كيجي مطلوق، هادشي كامل من الكابلي، ما تجبدوش، خليوه مرخوف، خصوصا في الاثواب اللي كتكون بحال هادي، اما مليفه اما كشمير، ما كتكونش كتيري، الثوب اللي كيتيري هو اللي خصنا نجبدوه شي شويه الكابلي فيه. راني هذا راني خادمه واحد القفطان ديال الموبرا كتيري، تما راني عاطيه النصائح بالنسبه للموبرا والاثواب اللي كتيري. دابا غنجيبو لكم الثاني، غنشدو بنفس الطريقة، نجيبو هكا المنتصف ديالكم، نحطو، هنا غادي ندوز الكابلي للكمام، الراس الكم من هنايا، غادي نقلبو على كفاه وندوز له الكابلي، نشد الكابلي كما قلت لكم قبيله، نجيب الكم الاخر بلا ما نقطع الكابلي، غنشدو هنايا الكم الثاني، كنقطعش على الجزر، كنخلي واحد جوج سنتيم خارجة هكا. دابا غندوز غنشد هكايا، وغنقلب هاد السنتيم ديال التوب اللي خليت، غنقلبو هكا لوجه، ها شتي معايا، هاهو قلبتو لوجه، خيط الكابلي في القفا، دابا غادي نقلبو هكا لوجه وندوز السفيفة. هنايا السفيفة كنجيبها كنشوف الوجه ديالها من القفا، راه عندها الوجه ديال الوجه وعندها القفا، كتكون هذا الوجه ديالها راه كيكون بحال لي مدفور، بحال داكشي على حساب الشكالات ديال السفيفة، فيهم بزاف ديال الأنواع، أنا هادي عندي بحال لي جاية بحال الضفيرة، هذا هو الوجه ديالها. السفيفه ما كنجبدوهاش حتى هي وما كنشربوهاش بزاف، المهم كنديوها حتى هي مرخوفه، نحطها هكايا ونحاول نمشي على الحرف، نمشي على الحرف حدا الكابلي، جينا هاد الطريقة هادي. دابا غنقطع هاد الزيادة ديال التوب لي هنايا من تحتها، غادي نقطعو بالمقص، نحاول نحل هاد السفيفة ونقسم هاد الزيادة اللي عندي هنا،
نحاول ما نقيسش الثوب اللي هنا، نمشي نقيسه بالمقص نرد بالي. صافي كنولي نخيطها خياطه اخرى من هنا. هنا راه غنجيب الكابلي ديالي وغنحطو وندوز وحده السفيفه، السوجي لاصق مع السفيفه، ما يجيش الفراغ بين السفيفه وبين الكابلي. كنحشيه في الصباط وكنخليه يدوز كما قلت لكم، يدوز الكابلي يدوز مرخوف باش ما تجينيش السفيفه والكابلي يجوني مكمشين كما شفتوا معايا، وكاين لا تكماش. مازال عاد من غتمشي الحداده راه كتجي مطلوقه. انا غادي نجمع الجناب ديالي، غادي نخلي سنتيم ديال الخياطه، صافي كنخلي سنتيم وكندوز تمايا. كندير الكابلي عند الكابلي يجوني متقابلين، صافي كنربط بالخياطه ديالي. هنا غادي نخلي الفتيحات في الجناب، خليت 24 بالعطفه، 8 سنتيم ديال العطفه باش الفتيحات يجوني غير صغار، بغيتهم يصغيورين في الجنب ما يجيوش كبار ما يجيوش طالعين. صافي وكنحل داك الخياطه وكنبقى دايزه. كنطلق الكابلي، ضروري تطلقي الكابلي تخليه يدوز مرخوف وتسرحي الثوب بيدك، تسرحي داك الخياطه تحليها اللي من تحت وتدوزي على الخياطه نيشان. كما شفتوا الكابلي ديالي راه كيجي مسرح كيجي مطلوق. كنوصل لداك الخياطه اللي من تحت ديال الملتقى ديالكم وكنحل الخياطه باش ما تبقاليش تمايا مجموعه. صافي كنبقى غادا وكنفتح. كات هنايا فاش كتوصلوا لكم كتحاولوا تدوزوا غير بشويه، غير بشويه غاديين كتجمعوا لكم بيديكم ودايزين بالكابل غير بالقاعده، حيت كيجي شويه صعيب في الخدمه، وانما بشويه بشويه حتى كتدوزوه. صافي كنقطع، ما كنقطعوش الكابلي على التالي ديالو، كنخلي واحد 3 سنتيم خارجه باش غادي نرتقوه مزيان تمايا. وكنقطعوا داك الزوائد اللي عندنا ديال السفيفه وديال الكابلي، صافي كنقطعوا داك الخويطات السبيبي الا كانت شي حاجه كنفينيوها. كنجي لهداك نص الطوق ديالي اللي غندير فيه السفيفه، كنخلي 37 في الفتحه ديال نص الطوق، 37 ولا 40 كل واحد على حساب الكليان الا كانت طويله ولا قصيره. هنا وغادي نهبط بالخياطه، نشد سنتيم ديالي ونهبط بالخياطه ونخلي داك 37 تما حتى كندير لها الكابلي والسفيفه، وكنسد هذاك الامام. صافي كنهبط حتى للتالي. صافي كنجيب كنفتح وكندير الكابلي ديالي، ضروري تشوفوا الاتجاه ديال داك السهم ديال الكابلي اللي قلت لكم. كنحط الكابلي ديالي وندوز، كنحل الخياطه بيدي، هذه ديال الامام ضروري نحلو الخياطه باش ما كتجيناش ملويه. صافي حتى كنوصلوا الفوق حدا الطوق ديالي، غنجي دابا ندوز الكابلي في القفه ديال التوب ماشي في الوجه، في القفه
كنخلي سنتيم وندوز. كنجي المنتصف النص ديال ونغرس ليبرة في داك الكابل اللي عندي مخيط في الاول، نغرس فيه ليبرة وندور باش يجيني الطوق داير من تما، يجي زوين ما يجيش عوج. خصني نغرس ليبرة في الكابل اللي طلعت في الاول. صافي غادي نقطع دابا ونولي نقلب داك السنتيم اللي خليته، نقلبو اللوجه وندوز السفيفة ديالي. هنا كندوز السفيفة، كنحاول ما نجرهاش وما نشربهاش، ندوزها غير نشدها وندوزها غير بالقاعدة، دوزها مرخوفة باش ما تجيش مشنقة وما تجيش مشربة بزاف. نحاول السفيفة نضرب في الحرف ديالها اللي من جهة الكابلي. هنا ملي كنوصل لداك الدورة ديال الطوق، كندفع السفيفة مزيان، كندفعها كنشربها بزاف، ماشي شوية، كنشربها بزاف باش تجيني دايرة تمايا. ملي كتكون عندي السفيفة بحال هادي صغيرة، راه جاي بحال الضفيرة ديال ثلاثة، هادي كندير لها الطريقة هادي. ملي كتكون عريضة راه كندير لها طريقة واحدة أخرى، راني دايرها معاكم في القفاط اللي حاطة بالسفيفة. هادي اللي كتكون رقيقة بحال الضفيرة راه غير كندفعها كنشربها مزيان، تبقاي دفعيها ودوزي، وخا دوزي غير بيدك، ما تفرانيش بالفران، تبقاي دوزي غير بيدك. صافي واش كتفوتي راك كتخدمي عاود عادي. صافي كنقطع السويفة ديالي وغنجي نحيد داك الزوائد ديال التوب، هذه هي اللي قلت لكم باش تجيني دايره، حيت الا ما شربتهاش الشمه غتجيني مشنقه ما غتبغيش تدور لي. قطعت داك الزوائد وغنجي نعاود الخياطه الثانيه على السويفة، نجي نطيح السويفة ديالي. انا راه كنبغي نحل داك التوب باش يبان لكم الراس ديال الماكينه، كنخيط كنحاول باش يبان لكم كل شيء. صافي تما عاود كندور مع الدوره ديالي. ضروري هذيك تركزوا على داك البلاصه باش تجيكم دايره. دي السويفة ديالنا مازال غندوز لها الكابلي عاود المرة الثانية. صافي كندوز هكايا، كنجيب الكابلي لاصق مع السفيفة، ما يجيش بعيد، ما يجيش الفراغ بين السفيفة وبين الكابلي. هنا غنحاول ندور عاود، ندور غير شوية بشوية، نغرس ليبرة في داك المنتصف في الكابلي اللي طالع عليه في الوسط وندور. صافي على هاد الطريقة هادي، راه ساهلة بالنسبة للأخوات المبتدئات. أتمنى تستافدوا شي حاجة ويعجبكم الفيديو. صافي هذه هي العمارة ديالنا. هذا القب كنجي كنحيد واحد 8 سنتيم، كندير كرانة وكندخل داك 8 سنتيم، كتجيني داخلة لداخل باش ملي كيكون القب على الظهر ما كيجيش داك التشنتي في خارج في الراس ديالو. كنخيط هذيك الخياطة الأخرى كتبقى للظهر، وداك 8 سنتيم كندخلها لداخل. صافي كندخلها وكنخيطها. هذا الداخل ديال القب. صافي غنولي نقلبو كما شفتو، هذاك باش ملي كيتحط على الظهر ما يبقاش باين لنا. هنا غادي ندوز الكابلي، كنحل داك الخياطة.
ضروري تحلو داك الخياطة باش ما يجيش تمايا ملوي. صافي ورتق، نقطع الكابلي ديالي ونخرج. هاي حد داك 8 سنتيم اللي خيط، ماشي ضروري تدخلي تال التالي، لحساب هذيك ما كتكونش باينة، كتكون لداخل. صافي هنا غادي ندوز الكابلي ديالي اللي غادي يجيني في الدورة ديال القب، كندوزو هنايا في على الوجه ديال التوب، هذاك هو الوجه باش العمارة كتجيني من الداخل ديال القب، ما كتجينيش من على برا، باش ما كيتقلب القب كيجي العمارة باينة ويجيني فيني من الداخل ومن برا. صافي كنجي كندخل داك السنتيم ديالي، كنطويه لداخل، كندوز السفيفة، كندوز السفيفة غير بشوية. كنحط السفيفه وكنبقى دايزه، خصوصا الا كنتي عاد مبتدئه، غير بشويه كتحطي السفيفه وتبقاي دايزه على الحرف ديالها، ماشي تدوزي في النص ديالها، ولا دوزي على الحرف. انا كنبغي نصور لكم هكايا قريب باش تعرفوني في كنحط لي ليبرا، ولكن ما عنديش كي ندير مع الكاميرا، كنصور غير بالتليفون دابا. صافي كنعاود لها الخياطه الثانيه، ثانية كندوز على الحرف ديال السفيفة. دابا غنعاود الكابلي، هذا هو القب ديالي، راه دوزت له العمارة كما شفتوا. غادي نجي باش ندوز داك الكابلي باش نفيني به الدورة ديال العنق، كنحطه بعيد على العمارة بواحد السنتيم وندوز عليه. صافي نجي لداك 14 سنتيم اللي خليت، فاش كنوصل لداك الدورة كندور كنخلي سنتيم ديال الخياطة وندور معاه. صافي كنوصل لنفس البلاصة عاود وكندور، نخلي سنتيم بين الخياطة بين الكابلي والعمارة. كنجي لداك الدورة وكندير واحد الكرانة باش غادي نقلب داك التوب لداخل، نقلبو وندوز عليه بالخياطة، ندوز هكا من الوجه، ندوز حدا داك، ندير خياطة حدا داك الكابلي اللي درت، حدا الكابلي نيشان تجي مديش باينة. صافي ونحيد داك الزوائد اللي عندي من الداخل، غادي نحيدهم ونحاول نمشي منقش التوب، نبعد مقص على التوب. صافي هنايا كنرتق مزيان وكنقطع داك الزوائد باش نفيني ما يبقاش داك التنسيف. هنا كنقاد نص الطوق ديالي، كنقادو مزيان ونعلم المنتصف ديال الظهر، ونجيب داك المنتصف ديال القب مع المنتصف ديال الدورة ديال العنق، وندير تمايا بانكا وغادي ندور.
صافي كنحط تمايا داك الودينات اللي خارجين اللي ديال القب، كنحطهم تمايا السفيفة مع السفيفة، كنخلي 1 سنتيم وندوز بالخياطة كما شتي، كيجيو على داك الطريقة بحال المثلث كيجي هكا، وكدوزي عليهم بالماكينة. تخلي سنتيم، تبعدي على الكابلي بسنتيم ودوزي بالخياطة، تشدي لتحتاني حتى هو، ما تدوزيش على الكابلي، تبعدي على الكابلي بسنتيم باش داك السنتيم غتفيني بيه، عاود تولي تعاودي بيه خياطة تاني. من وصلت تما رتق كما شفتو على هاد الشكل، شو داك السنتيم اللي بعدنا عليه غادي نفينيو بيه داك التنتيف، كتجي على هاد الطريقة هادي داك الودينات اللي خلينا داك 14 سنتيم. صافي غادي نجي لتما عاود نرتق وندوز دابا على الكابلي ديالي، داك السنتيم اللي خليت زايد غادي نفيني به داك التنتيف، وغادي ندوز عليه بالخياطة على الكابلي نيشان. هذه هي الطريقة ديال القب، راه كيجي مفيني من الداخل ومن برا وساهل في التركاب بالنسبة للمبتدئات الأخوات اللي يطلبوا مني هذا الجلابة بسفيفة. هادوك حتى كنفينيهم ملي كنكونو كنصفيو الجلابة، العقاد والتضريس كدفعوها تصفي اللي كيصفي العقاد كيما شفتو، راه كتجي مفينية من الداخل ومن برا. دابا ندوزو لها العقيدات والتضريس، صافي وجلابتنا واجدة. هادو الفتيحات ديالي اللي خليت غندير لهم الطريقة نفس الطريقة اللي درت في نص الطوق بالنسبة للدورة اللي عندي تمايا، راه كنوصل لداك الكابل اللي هابط في الجنب وكنغرس فيه لي براون دور نفس الطريقة اللي درت في نص الطوق. ضروري من يكون التوب بحال هكا ديال المليفة ولا ديال الكاشمير، راه كنحاولو نجبدوه في الخياطة، كنجرو التوب نعاونو بيدينا باش ما تجيناش العمارة مكمشة. انا راه كندوز على السفيفة ديالي، صافي كنوصل تما كنشرم مزيان السفيفة في داك الدورة كما درت لها في نص الطوق، كنحاول ندفع مزيان السفيفة وندور، واخا غير بيدي دوري واخا غير بيدك داك الساعة. صافي كنفوت وكنولي نخدم عادي. دابا غنحيد داك الزوائد اللي عندي، هذه هي الدورة اللي كنقول لكم، غنحيد داك الزوائد اللي عندي. كنولي نخدم السفيفة كنولي ندور عليها بالخياطة المرة الثانية، ندور مع داك الدورة كما شتو الدورة ديالي، راه كتجي زوينة كتجي دايرة مكيجيش عوج. صافي وكنحط عاود الكابلي ديالي المرة التانية،
الجليلبات هادو ديال الكشمير كيجيو زوينين في البرد، الكشمير ولا المليف في هاد البرد، كيجيو هكا في فتيحات في الجناب، تلبسيهم مع لي بوط. نتمنى تكون الطريقة جاتكم سهلة، اللي جاتو الطريقة سهلة واللي استفاد شي حاجة من الفيديو ما ينساش يدعمنا. السلام عليكم ورحمة الله.